العدس بلسان الطير او لسان الطير بالعدس هنعملها. هنحتاج في المقادير بتاعها عدس بجبه، لسان عصفور، طماطم تكون مبشوره من غير قشر، بصل مفروم ناعم، كزبره وبقدونس مفرومين ناعم، ثوم مفروم ناعم، شطه، كمون وفلفل بابريكا، كركم وجنزبيل وملح وفلفل وزيت زيتون على زيت عادي، والمقادير عندكم هتلاقوها على الشاشه. اول حاجه هاخد الحله بتاعتي طبعا هحط عليها، خلينا قبل ما نحط الزيت تعالوا نحط المكونات كلها الاول وبعد كده نحط عليها الزيت. هناخد البصل، يعني ركزوا معايا في الخطوات اللي انا هعملها دي مهمه جدا لانها بتبقى طعمها الاكله دي طعمها جبار بصراحه، حلو قوي هيعجبكم ان شاء الله. كزبره وبقدونس، العدس بجبه بنبقى ناقعينه قبليها ب 15 دقيقه. لو يعني لو الموضوع عندكم العدس بجبة مدة طويلة مثلا عايزين تنقعوه بمدة أطول أحسن، يعني لو ساعة هيبقى حلو بس أقل حاجة 15 دقيقة. حطيت البصل بتاعي المفروم ناعم، الكزبرة والبقدونس، هحط شوية مية قبل ما أحط الزيت، شوية بس حاجة بسيطة خالص، خليني عايزة أسيب المية جنبي عشان هشتغل بيها. وهبتدي أحط التوابل بتاعتي كلها على بعض، الكمون، الجنزبيل، الشطة والكركم والفلفل، خلينا نشيل دي، والفلفل بابريكا والثوم، يعني بنحط كل حاجة على بعضها اهو، الفلفل بابريكا، الثوم، الثوم يبقى مهروس، الشطة لو عايزين تشيلوها شيلوها براحتكم، اللي ما بيحب الشطة، كركم، جنزبيل، وكمان الكمون. انا طبعا في الاكله دي بعمل المساخن، يعني احنا بنحط فيها المساخن او بنعمل فيها المساخن. اللي ما عندوش المساخن مش متوفر عنده طبعا، للناس اللي هنا، لان احنا لسه ما عملناش الحلقه بتاعه التوابل. هنعمل ايه؟ هنعمل بدلها الكمون، بس هي المساخن عايزه اقول لكم بتبقى حلوه جدا. وعد هعمل لكم حلقه الفتره اللي جايه دي قريب قوي ان شاء الله، مش هخرج الشهر ده غير لما اكون عملت الحلقه بتاعه التوابل عشان تعملوها معايا وتبقى عندكم. المساخن دي عباره عن توابل كتيره قوي في بعضها، مجموعة توابل بصراحة أكتر من 20 توابل، بنجمعهم بنسب معينة وبنحطهم وبنطحنهم ونخليهم عندنا ناخد منهم الوقت اللي احنا عايزين. بنستعملها في أكلات كتيرة جدا، أكلات مغربية تقليدية حلوة قوي. طبعا عشان هنا مش متوفر ممكن تعملوا الكمون، يعني ممكن نعمل الكمون هيبقى معاكم حلو قوي. بصوا بقى، حطينا الكزبره والبقدونس، حطينا البصل، حطينا التوابل بتاعتي، حطيت الثوم وحطيت العدس بجبه. هاخد شويه زيت دلوقتي اهو، وحطينا معاه اول شويه ميه، وهاخد شويه زيت زيتون، يعني ربع كوبايه مخلوطه ما بين زيت الزيتون وزيت النباتي عادي جدا بالشكل ده. وزي ما قلت لكم زيت الزيتون طالما احنا عاملينه على حاجه بارده بعد كده نسخنه، المهم ما يتحرقش مننا، فعمره ما هيتحول لسموم، عمره ما هيبقى ضرر لينا، بالعكس هيبقى إفادة لينا، هيبقى إفادة لصحتنا، بيدي طعم للأكل حلو قوي، بيفيدنا، بيشيل، يعني احنا عارفين فوائد زيت الزيتون كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى. أهم حاجة ما يتحرقش مننا، هرجع أقولها لكم، ما يعديش درجة حرارة عالية، يعني ما يتطبخش بيه على درجة حرارة عالية، وما نقليش بيه، يعني نوي انكم تقلوا بزيت الزيتون خالص، ما نقليش بيه تماما. اللي هيفضل لي ايه؟ هيفضل لي لسان الطير او لسان العصفور، احنا بنسميه لسان الطير للطير اللي هو العصفور، لسان الطير والطماطم بتاعتي. الطماطم بنبشرها او عصير طماطم براحتكم زي ما انتم عايزين، من غير ايه؟ من غير قشر خالص. هحطها انا دول الحله بتاعتي هسيبها لحد ما تتشوح، احس انه عندي زي الصوص حاجه بسيطه. بعد كده هزود عليها الطماطم وزود عليها الميه بتاعتي، الميه الكافيه، المقادير برضو على الشاشه عندكم عشان تبقى معاكم الاكله دي مظبوطه. وهنسيبها تتسوى على اقل من مهلها، هنوطي عليها ونسويها ونخليها تاخد راحتها، تاخد حوالي نص ساعة ل 30 دقيقة، يعني من 30 دقيقة ل 45 دقيقة، طالما احنا ناقعين العدس كويس قوي في مية سخنة. لو انتوا ناقعينه ساعة هتاخد معاكم 30 دقيقة، لو ناقعينه 15 دقيقة يبقى هنخليها 45 دقيقة عشان تتسوى معايا. أنا هسيبها زي ما قلت لكم تتشوح أو تشحر لي على خاطرها، بعدين هزود المية بتاعتي، المية مغلية، المية الكافية اللي همرق بيها، وصلصة الطماطم اللي أنا عاملاها مش صلصة الطماطم الجاهزة، اللي هي الطماطم المبشورة.
هحطهم وهخليهم يغلوا مع بعض براحتهم خالص، وبعد كده اول ما يستوي معايا العدس بتاعي واحس ان الصوص بتاعي بقى فيه شده كده او بقى فيه عرق بسيط جدا عشان خاطر الطماطم، هقوم حتى لسان العصفور هقلبه تقليبه بسيطه ربعايه كمان، وهيبقى عندي الاكله بتاعتي جاهزه. بيبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو بالطريقه دي، بحس انه شرب التوابل مني كلها وبقى ليه طعم. هاخد صلصه الطماطم او صوص الطماطم اللي انا عصراها، مش صوص الطماطم او صلصه الطماطم اللي بنجيبها المركزه، لا بنعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هخلطها خلطه وهقوم روياه بالميه. ما تكتروش العدس بجبه وما تكتروش لسان العصفور كتير جدا، عشان احنا اوريدي العدس ولسان العصفور بيكتروا او بيتضاعف الحجم احنا عارفين. هحط الميه بتاعتي وهسيبه يستوي على اقل من مهله 30 دقيقه ل 45 دقيقه. انا هنا هسيبه بس 30 دقيقه لاني انا نقعاه بقالي فتره طويله شويه. طبعا انا العدس هنا عندي استوى حلو قوي. بعرفه ازاي؟ بيبتدي يطلع يطفو فوق السطح بتاع الشوربه بتاعتي. هاخد لسان العصفور واحطه بالشكل ده، مش عايزه اكتر كتير، كفايه اكتفي بكده.